مونديال بوان مونديال باش تكون معنا ربط مباشر من قطر. الزميل الصحفي الرياضي أحمد بريش حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف باش يعطينا كواليس المونديال، أجواء المونديال، جو الجماهير التونسية غادي. دونك أحمد صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات راديو ميد. صباح النور وفاء، ومرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي راديو ميد في الفقره الجديده هذه الخاصه بمواكبه كل اخبار المونديال من قطر بالذات. اهلا وسهلا بك احمد. دونك نتابعوا فيك على الشين يوتيوب نتاعك احمد، تخدم في خدمه مزيانه متعلقه بالمونديال السنه، برشا اجواء نقلتهم لنا صوره وصوتا، تو نحبوك تنقل لنا الاجواء لمستمعي راديو ميد. دونك بدايه تو نحكيوا على الجماهير التونسية معك أحمد، ولكن خلينا أول حاجة نحكيه على الافتتاح البارح، الافتتاح اللي يلفت أنظار العالم الكل البارح، سورتو بعد الدخلة اللي شفناها ما بين سفير النوايا الحسنة لقطر غانم المفتاح ومعاه الممثل الشهير مورغان فريمان. دونك حكينا ساعة على الافتتاح أحمد. فعلا وفاء، هو الافتتاح الحقيقة كان منتظر من قطر لأنه الناس كل كانت تستنى شنية الرسالة اللي بشي أداها حفل الافتتاح، وإلا يعني شنية الفكرة العامة للحفل هذا. والحقيقة ظهرت الفكرة أنه قطر يعني كانت تتحدث عن الإنسانية، كانت تتحدث عن تجميع الشعوب، كانت تتحدث عن أنه قطر بشكون يعني حاضنة لكل الثقافات والتنوع يعني الشعوب والتنوع البشرية. وهذا ظهر الحقيقة في حفل الافتتاح كما قلت أنت، لما تلقى سفير النوايا الحسنة غانم المفتاح مع الممثل الكبير فريمان في يعني في حوار بين الديانات، في حوار بين الشعوب، فهذا هو المغزى الكبير اللي لاحظناه في حفل الافتتاح. حفل الافتتاح يعني كان في نفس الوقت كان في يعني بارج، ولكن كان يعني نقولوا احنا بسيط وأدى الرسالة. قطر تريد بكل وضوح إيصال الرسالة أنها يعني فاتحة أيديها للعالم، أنه ربما الانتقادات التي تعرضت لها من خلال الصحافة الأجنبية في الأيام الأخيرة حول ربما بعض ما يقال حول حقوق الإنسان أو حول حقوق العمال، فإنه هذا حاولت قطر إظهار صورة إيجابية على العالم العربي وعلى العالم الإسلامي. وأعتقد أنه حفل الافتتاح أدى المغزى نتاعو، أدى المعنى نتاعو، وقد لقى يعني قبول من عديد الجماهير خاصة الجماهير العربية في المنطقة. به أحمد، شوف هو هذايا اللي تفرجنا فيه الناس الكل على شاشات التلفاز، ولكن لو تعطينا كواليس الافتتاح هذايا، كيفاش الناس عشتوا غاديك، شنية النقاط الإيجابية في هالافتتاح اللي ما شفناهمش احنا في التلفزة، كيما صار برشا كلام على الكادوات اللي لقاوهم الناس اللي دخلت تتفرج في الافتتاح، الكلهم على الكراسي نتاعهم كادوات حطوهم لهم لكل الناس اللي دخلت الاستاد. فعلا وفاء، هو حفل الافتتاح يعني حدث منتظر في قطر. اليوم قطر تعرف لأول مرة تشارك في كأس العالم، ويعني كان هناك استعدادات كبيرة من الجماهير القطرية للحضور الملعب. هو استاد البيت هذا في منطقة الخور يتسع لأكثر 60,000 متفرج، والحقيقة الملعب كان ممتلئ على الآخر. طبعا الملعب جميل جدا، هو في شكل الخيمة العربية، ملعب متميز، وتم تقديم هدايا كما قلت أنت وفاء للجماهير تتمثل في يعني أدوات للتشجيع، هدايا تذكارية، وهذا داخل يعني في الضيافة القطرية مش تكون متواجدة على كل المباريات. الحقيقة من ساعات الصباح الأولى الجماهير بدأت تتنقل، خاصة جماهير الإكوادور اللي حضرت بأعداد محترمة جدا أيضا. زاد الفعاليات وفاء تنقسم إلى نصفين، النصف الأول اللي هي في الملعب اللي تشاهدوه الناس كل في معنى في ساحة الملعب، في ساحة ملعب البيت، ولكن أيضا في منطقة المشجعين في فيستيفال فيفا في منطقة الكورنيش، وين تم توافد أكثر من 40,000 متفرج باش يشاهدوا المباراة على شاشات عملاقة في حديقة البدع في الكورنيش. والحقيقة الأجواء كانت رائعة برشا، وتقريبا هو معناها المنطقة تتسع ل 40,000، ولكن تم قدوم أكثر من يعني من 100,000 و 150,000، الشيء اللي خلى ممكن حتى الأمن القطري في إحراج كبير، ومنع حتى عديد الناس من أنه يتفرجوا على المباراة من خلال هذه المنطقة. وهناك زاد في سوق واقف الجماهير يعني من ساعات الصباح
الأولى إلى ساعات المساء الأخيرة، ويعني جميع الجنسيات بدأت تتوافد الحقيقة، ونحس إنه قطر يعني جاهزة على أعلى جاهزية لاستقبال المونديال، وهذا باش يزيد يظهر أكثر في الأيام القادمة، خاصة مع المباريات الكبيرة اللي تنتظرنا انطلاقا من اليوم. اليوم عندنا 3 مباريات، وأكيد الناس كلنا ننتظروا في مباراة المنتخب التونسي يوم 22 أمام الدنمارك، لأنه الجماهير التونسية الحقيقة لهنا وفاء يعني صانع الفرق. سمعت الحدث الجماهير التونسية نشوفه في الفيديوهات الحقيقة نتاع التوانسة في قطر، يعني أعداد غفيرة ربما احنا شفناها في الفيديوهات، لكن انت شفتها سور بلاس أحمد، احكي لنا جوستومون على الجماهير التونسية استعداداتهم قبل الماتش الأولاني نتاع المنتخب، وسمعنا حتى انه فما دخلة محضرينها، ما نعرفش كان صحيح ولا لا. فعلا شوف، بحكم يعني وجود الجاليه التونسيه في قطر، هي جاليه متميزه، مش رمي ورود ولا حاجه، من حيث العدد ولا من حيث الاهميه ومن حيث يعني المناطق اللي تشتغل فيها. تلقى التوانسه يعني في اعلى الاطارات، تلقى التوانسه يعني في جميع بكفاءات تونس في جميع المجالات، ثم عائلات تونسية يعني نقولوا احنا استقرت في قطر منذ سنوات، هذا اللي خلى يعني قطر معناها تتزين بالأعلام التونسية في كل منطقة. هذا اللي تحشوه احنا لما تنزل في مترو الدوحة المخصص لنقل الجماهير، تسمع كان الكلام التونسي، تسمع كان العلامات التونسية، هناك وجود كبير للعلم التونسي في منطقة الفانزون. وهذا حتى جياني انفانتينو رئيس الفيفا في انطلاق مهرجان المشجعين لما قال تونس يعني اصوات التونسيين كانت عالية جدا، فحضور التونسي حضور متميز، هذا يعني متفائلين به الجمهور التونسي. وكما قلت انت وفاء، عديد من الجماهير الان بدات يعني تتحدث على كيفيه تنظيم وجود الجماهير التونسي في مباراه الدنمارك اللي باش تكون ان شاء الله في استاد المدينه التعليميه يوم 22. الانظار ستكون موجهه على الجمهور التونسي، ومنتظر الجمهور التونسي انه يقدم صوره جميله، ربما قد تكون اجمل من الصوره اللي شفناها في كاس العرب فيفا 2021. ان شاء الله نتمنوا الجماهير تقدم صوره جميله، ونتمنوا زاد المنتخب نتاعنا يقدم اداء به في مباراته الأولى. وهذا في شنو نحب نسألك أحمد، أعطينا كواليس الإقامة متاع المنتخب، كواليس التحضيرات متاع المنتخب، نعرفش كان عندك فكرة على التشكيلة المنتظرة، وكيف ما قلت لك يعني الاستعدادات متاع المنتخب الوطني التونسي. شوف المنتخب التونسي توقع نقولوا احنا في اللمسات الاخيره، جلال القادري طبعا قاعد يقيم في المجموعه، ربما المنتخب التونسي ربما خير نوعا ما يعني الابتعاد على الضوضاء، وكنا يعني ما زلنا في انتظار ما سيعلن عليه جلال في التشكيله الاساسيه، ولكن ملامح التشكيله خلينا نقولوا مش تكون بعيده على ما تداوله في وسائل الاعلام. طبعا المنتخب التونسي سيلعب ضد المنتخب الدنماركي، منتخب صعب جدا، لا يجب تقليل من اهميه منتخب الدنمارك لانه قدم نتائج ايجابيه جدا في السنوات الأخيرة، خاصة في تصفيات كأس العالم 2022. ربما اللعب سيكون على المعنويات، المنتخب التونسي سيلعب أمام جماهيره، هناك يعني تقريبا إذا كان ملعب المدينة التعليمية 40,000 متفرج، فسيكون 35,000 متفرج تقريبا حاضر في الملعب، فهذا سيكون دعم كبير لزملاء يوسف لنسيكي. هو التقديرات أصلا تقول أنه فما 36,000 مشجع تونسي موجود في قطر، دونك أرقامك صحيحة جستما. فعلا يعني شوف الجماهير التونسية ستكون طاغية في الملعب، وهذا هذا مهم جدا في كأس العالم، لأنه كأس العالم بخلاف يعني التكتيك والتحذيرات وكذا، فإنه يتلعب في النفسيات قبل كل شيء. ولاحظنا منتخب قطر كانت الانتظارات منه كبيرة جدا في مباراته أمام الإكوادور، ربما عديد الصحفيين رجحوا فوز منتخب قطر، لكن رينا قطر يعني خارج الموضوع، ربما النفسيات والأذان لم تكن مستعدة لهذه المباراة. فنطلب نتمنى إن شاء الله كتونسيين إنه المنتخب التونسي يعني ينزل نقولوا احنا جاهز، ويعرف المسؤوليه اللي عنده، ويعرف انه يكون عنده ثقه في روحه سورتو. هناك ريت بيني عديد من الجماهير التونسيه يعني باعت الملمه واللي ثم بجت لقطر، خلينا نكون واضحين، لانه قطر لنا نعرف راهو المعيشه غاليه شوي، ربما ثم مشكليه بعض في السكن، يعني تونس الضحات وتونس مستعده من اجل كل شيء، من اجل تعيشك 90 دقيقه وكل فرحه. خلينا انا بالنسبه لي انا كاس عالم هي يعني مهرجان، هو احتفاليه، العائله التونسيه كل تتفرج، فنتمنى ان شاء الله مهما ينزلوا، خليني ما ندخلش في التكتيك، مهما نزلوا ال 11 لاعب ان شاء الله اللي باش يكونوا على ارضيه الميدان لازم يقدموا افضل ما عندهم ويلعبوا من دون ضغوطات والا من قيود. نعرف ديما المنتخب التونسي ربما ينزل ديما يعني مكبل الساقين والا يخمم، بس لازم المنتخب التونسي يتحرر ونلعب ان شاء الله للقدام، وان شاء الله بحول الله ننتظر نتيجه ايجابيه مع حضور الجماهير ان شاء الله. هذا ما نتمنوه. احمد منذر باش يتفاعل معك، تفضل منذر. صباح الخير احمد. الصحافه الدوليه كيما تي اف ان ذكرت 6500 عامل ماتوا في أشغال قطر
فماش رد فعل من القطريين الصحافة القطرية، خاصة أنه نعرف أنه قطر من خلال الجزيرة يعني تقدم في برشا دروس في حرية التعبير. شوف سي منذر، ما هو مؤكد أنه الانتقادات اللي شفناها اليوم على قطر من خلال الصحافة العالمية ووصلت إلى الرأي العام القطري وبلغتنا يعني تمس يعني تمس قليلا المجتمع القطري من هذه الصورة، ربما اللي هي يعتقد حسب رأيه أنها مبالغة قليلا، لأنه المجهودات حسب ما يقولون السلطات القطرية المجهودات كانت كبيرة من أجل تسوية هذه الملفات ومن أجل العمل على يعني تشريعات وإلا قرارات تساهم في الحد من الأزمة العمال التي تم تداولها في صحافة ووسائل الإعلام. هنا ما يؤكد من السلطات الرسمية ومن الفيفا أيضا أنه المجهودات كبيرة جدا من أجل تدارك هذه يعني النواقص سواء على العمال سواء على يعني ما متوش على بعض يعني ما توفوش العمال في ظروف غير إنسانية. لا هما شوف لا لا ينفون هذا، هما لا ينفون هذا، الحوادث موجودة الحالات موجودة، ولكن معناه هناك يعني منظومة وقوانين وتشريعات تعمل من أجل الحد من هذا يعني الحوادث. ولكن الأرقام طبعا الأرقام مختلفة من وسائل إعلام إلى وسائل إعلام أخرى، حقيقة لا يوجد أرقام رسمية حسب يعني مؤكدة على هذه الحوادث، ولكن ما هو مؤكد أنه المجهودات كبيرة جدا من أجل تدارك هذه ربما النواقص. أحمد باش نهزك الموضوع آخر، الشارع الرياضي في قطر كيفاش تلقى خبر إصابة صاحب الكرة الذهبية كريم بنزيما اللي تضرب ومش باش يشارك في مونديال 2022؟ طبعا صدمة كبيرة، يعني لو يبدأ عند كريم بنزيما صاحب الكرة الذهبية يعني لاعب منتظر من جميع الجماهير، هناك جماهير في العالم ستتنقل خصيصا لزيارة كريم بنزيما. كريم بنزيما من واجهة منتخب فرنسا، يالي عنده حب كبير من الجالية العربية من الجماهير العربية خلي من الجماهير الفرنسية. فطبعا خبر غياب نجم كما كريم بنزيما خاصة في التدريبات خاصة بعد تنقله إلى فرنسا يمثل صدمة، ولكن ربما في المونديال هذه تعودنا كأنه بالإصابات، لأنه الإصابات حرمتنا من بعض من عديد اللاعبين، والمنتخب الفرنسي أصابته الآن، لأنه عندك كانتي أيضا معناه وعديد النجوم الآخرين قاعدين يغابوا على مونديال قطر. فالحقيقة الخبر مثل يعني نوع من الصدمة لبعض الجماهير، ولكن كريم بنزيما من غير كريم بنزيما منتخب فرنسا سيبقى منتخب عنيد جدا ومرشح أساسي للحفاظ على المونديال. والحقيقة المنتخب مباراة تونس وفرنسا ستكون مباراة صعبة جدا على المنتخب التونسي. واضح. منذر يلا بإيجاز. أحمد حبيت نسألك على المعنويات متاع الفريق التونسي من ناحية نفسية، يعني الجانب اللي يخليهم يواجهوا ويتحداوا، فما خدمة على البلان بسيكولوجيك؟ أكيد منذ هي تقريبا المباراة الأولى صعبة لكل الفرق، ديما أصعب مباراة هي المباراة الأولى لأنه الشحن كبير، لأنه التركيز كبير، لأنه الضغط كبير. الحقيقة لهنا كل المجهودات من الإطار الفني للمنتخب التونسي كانت مركزة ربما من جلال القادري على شحن المعنويات، ربما الاستفادة من عامل الجمهور. عامل الجمهور سلاح ذو حدين، ولكن لما تكون في ملعب كما قال زميلتي وفاء من 40,000 يكون فيه 36,000 تقريبا بحول الله باش يكون معناها من حضور المنتخب حضور الجماهير التونسيه، فهذا سيكون مفيد جدا للمعنويات. كل ما نتمناه انه يعني اللاعبين التوانسه تكون على قد المسؤوليه. شوف منظر مستحقين الفرحه كجماهير تونسيه، لان جماهير تونسيه تنتظر في قطر مجرد الانتصار، سيكون مهرجان بأتم معنى الكلمة خاصة في ساحة سوق واقف هذه الأسواق الشعبية، أين الجماهير التونسية من الثالثة ظهرا إلى منتصف الليل وهي تغني وهي يعني تقوم بأجواء كرنفالية. فالمعنويات مهمة جدا في مباراة مثل هذه، ربما حتى أقوى من التحضيرات التكتيكية والنفسية. واضح أحمد، شكرا لك على الأجواء اللي عايشنا فيها من قطر. هذايا صوتك سمعوه المستمعين، لكن أيضا نجموا يتفرجوا فيك عشان يوتيوب متاعك، أعطينا فكرة كيفاش نجموا يتفرجوا فيك، خاطر قاعدنا زيدة قاعد زيدة تنقلنا في صور جميلة وأجواء جميلة من قطر. فعلا وفاء، انا الحقيقه في مونديال قطر قررت اني نبدل التغطيه، كنت قبل نقوم بالتغطيه من تونس ولكن تنقلت الى الدوحه للتصوير كل ما يعيشه الجمهور معناه من فعاليات من مهرجانات بزاويه اخرى ليست زاويه الاعلام الكلاسيكي. تنصور الجماهير المترو تنقل الملاعب البنيه التحتيه، نجموا يتابعونا ان شاء الله على قناه اليوتيوب الرسميه اللي اسمها احمد بريش ولا على صفحتي على الفيسبوك احمد بريش، وتنجموا تلقاو مختلف الحلقات اللي تنزل يوميا ان شاء الله خلال هذه الفتره. شكرا شكرا ليك احمد، نتقابل
نطابلو غدوة إن شاء الله كالعادة في بوان مونديال. شكرا لكم، حاولنا نعيشوكم الأجواء متاع مونديال قطر. أكيد برامجنا الرياضية تلقاو فيها أكثر تفاصيل حول المونديال هذية. وفي طرابلس نقولكم شكرا لكم على الاستماع، نتقابلو غدوة إن شاء الله، وإن شاء الله بالتوفيق للمنتخب.